بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 32 لاباج 32. إذن كما نلاحظ عندنا فيش بروجي دو كلاس، طبعا فيش عنده معاني كثيرة. نتكلم عن موصل كهربائي يسمى فيش، أو نتكلم عن وتد يسمى فيش، وأيضا فيش كما عندنا هنا يعني ورقة. إذا نتكلم عن صفحة من ورق مقوى نكتب عليها معلومات، إذا تسمى فيش. كما نتكلم هنا عن ملف مشروع خاص بالقسم، فيش بروجي دو كلاس. إذا كما نلاحظ هنا عندنا بروجي لا روفي دو كلاس، إذا نتكلم عن مجلة القسم، لا روفي دو كلاس، مجلة القسم. أحيانا نتكلم عن لا روفي ميرال دو كلاس، إذا نتكلم عن مجلة حائطية خاصة بالقسم. لكن كما نلاحظ هنا من خلال ليزيتاب، من خلال المراحل التي سنذكرها هنا، طبعا سنلاحظ بأننا نتحدث عن مجلة حقيقية. إذا نتكلم عن مجلة خاصة بالطفل، خاصة بالقسم، خاصة بالتلاميذ، ينشئها التلاميذ، يضعون فيها المعلومات التي طبعا يبحثون فيها. بمعنى آخر أن هذه المجلة تعتبر فضاء آخر وفرصة أخرى للتلاميذ ليعبروا من خلالها عن مواهبهم وإبداعاتهم وعما يبحثون فيه طبعا من مختلف العلوم والمعارف. كما نلاحظ هنا عندنا إيطاب يعني مراحل، إذن أول مرحلة طبعا في إنشاء هذه المجلة هي شوائي ديسكسيون دي كونتوني دو لا روفي دو كلاس، إذا نتكلم عن شوا طبعا، ومنها لو فيرب شوازيغ، يعني فعل اختار، لو شوا المقصود به هو الاختيار. إذا شوا اي ديسكسيون، إذا نتكلم عن اختيار ثم ديسكسيون، نتكلم عن مناقشة، ومنها لو فيرب ديسكوتي، إذا نتكلم عن فعل ناقشة. إذا شوا اي ديسكسيون، إذا نتكلم عن اختيار ومناقشة. دي كونتوني غنختارو وغنناقشو أشنو؟ لو كونتوني يعني المحتوى، ماذا؟ دي كونتوني دو لا روفي دو كلاس. طبعا سنختار أولا المحتوى ثم نناقش المحتوى، شوا اي ديسكسيون دي كونتوني. محتوى ماذا؟ دو لا روفي دو كلاس، محتوى مجلة القسم. طبعا غنختارو المجلة كيفاش غتكون؟ طبعا غنختارو المحتوى ديال المجلة ثم نناقشو هذا المحتوى. ممكن مثلا كما نرى أننا نضع في هذه المجلة بعض المعارف العلمية مثلا فيما يخص مثلا الدورة الدموية، أو كل ما له علاقة بالدروس التي نأخذها. ثم لا دوزيام إيطاب، المرحلة الثانية، ريبارتيسيون دي طاش أونتر لي مومبر دي جروب. إذا طبعا ها احنا اختارينا المحتوى ديال المجلة، ها احنا ناقشنا المحتوى ديال المجلة. طبعا ما يمكنش تلميذ واحد أنه يقوم بهذه المهام كلها من البداية إلى نهاية إنشاء المجلة. ثم ما يمكنش أننا كلنا كمجموعة نقوم بنفس العمل ثم ننتقل العمل الثاني كلنا بمجموعنا ثم ننتقل العمل الثالث إلى غير ذلك. يعني أننا نمر كلنا بنفس المراحل، لأننا كمجموعة في هذا الفريق الذي سينشئ المجلة، أننا نبقاو ننتقل كلنا مرة واحدة في جميع هاد لي زيتاب. طبعا الحل الأنسب والأسرع والمفيد هو أننا نوزع المهام، هذا غنقولوا لي انت غتجمع المعلومات، انت غتكلف بالأخبار العلمية، انت غتكلف مثلا بالأخبار الأدبية، انت غتكلف بالقصص إلى غير ذلك. واحد آخر أنه غيتكلف بالتنظيم هاد المعطيات مثلا. ثم غتكون هناك كتابة
ستكون هناك كتابة مواضيع، هذه المواضيع تكون مبنية على المعطيات المجموعة من صور، من معلومات، ربما خرائط إلى غير ذلك. من خلال هذه المعلومات ستكون عندنا مواضيع شتى وفي جميع المجالات، وبالتالي سنرتبها أيضا. أكيد سيكون هناك تلاميذ تكون من مهمتهم ترتيب هذه المعطيات، ترتيب هذه المواضيع مثلا في أبواب. ففي هذه المجلة مثلا ممكن أنه يكون منها جانب يهم المدرسة، يتحدث عن تاريخ المدرسة، تركيب المدرسة، أجنحة المدرسة، أقسام المدرسة، كل ما يتعلق بالمدرسة من أخبار. إذن ممكن أنه يكون هناك جانب في هذه المجلة يهتم بالمدرسة والتعريف بها. ثم ممكن أنه يكون هناك جانب مثلا خاص بالمواضيع العلمية، ممكن يكون هناك جانب آخر من هذه المجلة يهتم بالمجال الأدبي مثلا إلى غير ذلك. إذن répartition des tâches entre les membres du groupe. Répartition تأتي من لو فيرب répartir يعني قسمة. Répartition المقصود به تقسيم. Répartition المقصود به تقسيم. Répartition des tâches إذن تقسيم المهام entre les membres du groupe. Répartition des tâches entre les membres du groupe إذن تقسيم المهام بين أعضاء المجموعة. بين أعضاء المجموعة. ثم établissement d'un plan des différentes réalisations. établissement d'un plan des différentes réalisations. établissement تأتي من فعل établir. établir المقصود بإنشاء. établissement d'un plan. طبعا بعد توزيع المهام بين أعضاء المجموعة سنقول للتلميذ أنت من مهمتك كذا، نقول للآخر أنت من مهمتك كذا، أنتم الاثنان مهمتكما أن تقوم بكذا وكذا، أنتم الثلاثة ستقومون بكذا وكذا. إذن بعد توزيع المهام سنقوم بوضع تصميم، سنضع في هذا التصميم ما هي المراحل التي علينا أن نحققها، ما هي الإنجازات التي علينا أن نحققها. إذن طبعا علينا أن نحقق كذا، ثم علينا أن نحقق كذا، ثم علينا أن نحقق كذا إلى غير ذلك. إذن établissement d'un plan des différentes réalisations. طبعا رياليزاسيون تأتي من فعل رياليزي، حقق أو أنجز، أو أنجز، تحقق هدف، تنجز هدف، غالبا نتحدث عن إنجاز هدف أو تحقيق هدف. رياليزاسيون دي بروجي أو بيان رياليزاسيون دي بيوت، أو مثلا رياليزاسيون دي طاش، أو مثلا رياليزاسيون دي طاش، إنجاز المهام، رياليزاسيون دي بيوت، رياليزاسيون دي بروجي، إنجاز الأهداف، إنجاز الأهداف. ثم إذن بعد اختيار ومناقشة محتوى المجلة الخاصة بالقسم، ثم بعد توزيع المهام بين أعضاء المجموعة، ثم بعد وضع تصميم لمختلف الإنجازات، يأتي دور المرحلة الرابعة في la quatrième étape qui concerne la recherche et collecte des données nécessaires comme exemple information, image et illustration. إذن تكون عندنا recherche et collecte يعني البحث ثم الجمع، غنبحثو وداكشي اللي غنلقاوه غنجمعوه. علاش غنبحثو وشنو غنجمعو؟ دي دوني نيسيسير، المعطيات الضرورية، بحال هاش information معلومات اخبار الى غير ذلك، ثم image ثم صور، ثم صور تدعم هذه المعلومات، أو إلستراسيون ممكن أن تعني رسومات، ممكن أن تعني الصور، ممكن أن تعني خرائط تدعم هذه المعلومات. إذن طبعا أكيد أنني عندما أكتب موضوع لابد أنني أزوده بصور، بخرائط، برسومات إلى غير ذلك. إذن نتكلم هنا عن غوشيرش اي كولكت دي دوني نيسيسير انفورماسيون ايماج اي إلستراسيون. ثم تأتي المرحلة الخامسة، قلنا لسانكيم ايتاب، on a la cinquième étape, rédaction et classement des différentes rubriques. Rédaction, يعني كتابة، نتكلم عن الverb rédiger يعني كتابة أو حررة، يعني أنك تكتب موضوع مثلا. et classement، إذا عندما نكتب المواضيع et classement ثم ترتيب. rédaction des différentes rubriques، إذا عندما نكتب
مختلف الأبواب ثم كلاسمون ثم ترتيب دي ديفيرونت ريبريك. إذا نتكلم عن كتابة ثم ترتيب مختلف الأبواب. طبعا هاد ريبريك المقصود بها مثلا نتحدث عن موضوع ممكن أنه يكون ناسيونال، يعني نتكلم عن موضوع وطني، ممكن أنه يتكلم عن المدرسة. هناك معلومات تهم فقط المدرسة، ممكن أننا نخصص حيزا على المجلة نسميه مثلا مدرستنا أو مدرستي، نسميه مثلا مدرستنا أو مدرستي أو مدرسة كذا وكذا، نسميها بالاسم مثلا. يكون هذا الحيز في هذه المجلة تكون هناك معلومات جديدة حول المدرسة للتعريف بها. ممكن أن تكون هناك موضوعات انترناسيونال عالمية، ممكن نخصص حيزا نسميه سيونس مثلا علوم، ممكن أننا نخصص مثلا حيزا خاص بالرياضة. إذا نتكلم عن لي ريبريك، طبعا لي ريبريك هي الأبواب اللي تتنضوي تحت منها مجموعة مواضيع أخرى. ملي تنخصوا واحد الجانب مثلا في المجلة للثقافة، ففي كل مرة خرجنا مجلة غيكون في هذا الجانب موضوع جديد خاص بالثقافة. ففي كل مجلة غتخرج غيكون في هذا الجانب مواضيع خاصة بالثقافة. مثلا في الجانب ديال الرياضة، في كل مجلة خرجت غيكون في هذا الجانب منها موضوع خاص بالرياضة تهم هذيك اللحظة اللي خرجت فيها المجلة. إذن كما قلنا ريداكسيون اي كلاسمون دي ديفيرونت ريبريك، تحرير وترتيب مختلف الأبواب. ثم تأتي المرحلة الموالية ليتاب سويفونت سي لا ميزون باج اي إلستراسيون دي زارتيكل دو لا روفي. ميزون باج، ميزون باج المقصود بها أننا تنقاد المواضيع والرسوم والصور على المجلة، تنقادهم دوك المواضيع اللي عندنا تنقادوها على المجلة. هاد التقاديدة تسمى لا ميزون باج، لا ميزون باج. اي إلستراسيون ثم توضيح كما نقول. طبعا نتكلم أحيانا عن لو فيرب إلستري، يعني أنك توضح أو تشرح إلى غير ذلك. طبعا إلستراسيون ممكن أن تعني أيضا صور كما عندنا هنا. إذا نتكلم هنا عن ميزون باج نتكلم عن ترتيب المواضيع، إذا نتكلم عن ترتيب المواضيع والفقرات الخاصة بالمجلة. إلستراسيون إيه إلستراسيون ثم توضيحها بصور، ثم توضيح المقالات، ثم توضيح المواضيع بصور. إلستراسيون دي زارتيكل دو لا روفي، إلستراسيون دي زارتيكل دو لا روفي ثم توضيح مقالات المجلة. سنوضح المقالات بماذا؟ بصور، برسومات، بخرائط إلى غير ذلك، بحيث أنها تضع الموضوع في الصورة. ثم بعدها أون ليتاب سويفونت بريزونطاسيون، بعد ما غنقادو المواضيع مثلا على الحاسوب، بعد ما غنقادو المواضيع هاد لي زارتيكل هاد المقالات ثم غندعموها بصور. إذا نتكلم هنا عن مواضيع المجلة. طبعا بعد ما غنقادو هاد المقالات الخاصة بالمجلة غتجي مرحلة التقديم، بحال غنضربو عليها واحد الطلة، بريزونطاسيون تقديم، ثم إيديسيون دو لا روفي ثم طبع المجلة. ممكن أننا نطبع منها نسخة واحدة نقدمها للتلاميذ وللمؤطرين مثلا لينظروا ما ينقص هذه المجلة إن كان هناك ما ينقصها. إذا طبعا بعد ما نقدم هاد المجلة حتى ننظر كيف سيكون إخراجها. إذا بريزونطاسيون، إذا تقديم، إيديسيون بعد ما تبدو لنا جميلة أو نغير فيها بعض اللمسات، هنا إيديسيون ثم نطبعها إيديسيون دو لا روفي ثم طبع المجلة. إذا طبعا غنبداو نخرجوا المجلات مطبوعة، ثم بعد ما غنطبعوا هاد المجلات ديستريبيسيون دو لا روفي، ديستريبيسيون دو لا روفي يعني أننا غنوزعوا المجلات، غنوزعوا المجلات على التلاميذ مثلا سواء في الأقسام أو في مكان نحدده مثلا في جانب المدرسة أو في مكان نحدده مثلا على جانبات المدرسة. إذا ديستريبيسيون دو لا روفي، إذا توزيع المجلة. إذا هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.